النخبة الدينية اللي منها خالد الجندي، ومنها فضيلة الشيخ محمد مختار جمعة، ومنها فضيلة المفتي شوقي علام، ومنها مفتي مصر السابق علي جمعة، ومنها البابا توادرس، ومنها الأنبا وكهنة الكنيسة المصرية اللي بيعملوا بالتليفونات كنايس من غير ورق. النخب الدينية دي اللي من كل لون عمالة تنافق وتكذب وتغسل في صورة السيسي الدكتاتور، وتقول للشعب الكلام ده، ان الدعاء لولي الأمر في مكانة أعلى من رتبة الدعاء للنفس. النخبة الدينية كلها مسيحيين ومسلمين، ومسلمين قبل المسيحيين، دورها بس الوحيد انها تقدم منديل ورق عشان السيسي يجفف فيه مؤخرته. هي دي النخبة. اديك شفت نخبة الفنانين بتطبل للجعير لحد النهاردة، لحد النهاردة. نخبة المثقفين بتطبل للجعير لحد النهاردة. خد عندك النخب الدينية نموذج مثلا عكس نموذج المثقفين، الأستاذة لميس جابر اللي بتلوم نفسها هي وغيرها انهم خلوا من عبد الناصر إله، وفي الآخر أخدوا مقص حرامية. عليا من هتضايق ولا بلاش؟ يعني أنا بضحك عليا إلى هذه الدرجة وأبقى سعيدة باللي بضحك عليا؟ لا طبعا، لازم أكرهه، لازم أكرهه وأكفر بيه تماما. إن أنا أتاكل بعقلي حلاوة. إحنا يا أستاذة في ثانوية عامة كان علينا في العربي نثر من كلام من خطبة عبد الناصر، حفظ حفظ. دول كتيرة كده على فكرة، سيدي ومولاي وسمو كلام كتيرة كده، مش مصر بس اللي بتعمل كده. بس الحقيقة كان في وقت والميثاق والبتاع كان بالنسبة لنا عبد الناصر مؤله. فلما يبقى في هذا الوضع العلوي جدا وفجأة تلاقي نفسك انت والبلد رحت واخدين مقص حرامية، اللخبطة اللي الواحد عانى منها فترة طويلة لغاية ما بقى كبرنا وبقينا نقرأ ونعرف، كانت مرحلة صعبة قوي قوي. وقرت الأستاذة لميس جابر وتخرجت تقريبا من كلية الطب، وفهمت ان هم غلطوا لما قالها عبد الناصر. يا ترى تعلموا الدرس؟ اسمعوا لي اقدم لكم لميس جابر بعد ما قرت وبعد ما اتعلمت بتعيد نفس الفكرة تاني. شوف بتقول ايه على السيسي. الرئيس ماشي بسرعة شديدة جدا عن كل اللي انت قلت عليهم دول. هو بيمشي بسرعة، هو بيسبق. هذا الرجل عنده حماس للشغل انا ما شفتوش في حد، سواء رئيس او غيره، حد ممن سبقوه من الرؤساء، من الرؤساء ومن المسؤولين بشكل عام. عنده حماس غير عادي، وعنده حب للشغل غير عادي. ما هو كمية الحقيقة الحاجات اللي اتعملت لو خدنا أربع حلقات نقول واحد اتنين تلاتة أربعة مش هتكفي. صحيح. لا احنا ممكن نلخص لك يا مدام لميس اللي عمله السيسي، احنا ممكن نلخصه لك. هو نفس الغلطة اللي غلطتها لميس مع عبد الناصر هي نفس الغلطة اللي بتعيدها مع السيسي، وكأنها لا اتعلمت ولا قرت ولا أي حاجة. لميس بتقول لك عنده حماس، حماس، بس حماس في إيه بقى يا مدام لميس؟ حماس في تدمير البلد وفي الشحاتة وفي أخذ القروض. محدش وقف من النخب دي قدام السيسي وقال له بكام؟ ولا منين ولا ليه؟ الفلوس اللي اخدها من الخليج راحت فين؟ القروض اللي اخدتها من دول العالم ومن بنوك العالم ودتها فين؟ الحقيقه النخبه بتاعتنا، الحقيقه على فكره مش كل النخب، مش كل نخبه مصر، لانه استثني منهم ناس محترمه جدا حتى لو طلعوا في 30 يونيو. نستثني منهم مثلا السفير رحمه الله عليه ابراهيم نصري. نستثني ان النخبه دي حازم عبد العظيم حتى بالموقف اللي بيعمله دلوقتي. نستثني منهم عمار علي حسن. نستثني منهم الدكتور حازم حسني رحمه الله عليه. نستثني منهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي. نستثني منهم السفير معصوم مرزوق. نستثني منهم الناشر هشام قاسم اللي محبوس دلوقتي في قضيه هزل. ايا كان موقفه حتى لو بيشتمنا، على فكره الدكتور حازم حسني ده كتب عني كلام مش حقيقي وانا رديت عليه في البرنامج ده، لكني اسال الله ان ربنا يرحمه واحمد له موقفه اللي خده في الاخر واللي دفع ثمنه. نستثني منهم عبد الناصر سلامه، ناس كتير، ناس كتيره قوي، مش كلهم. لكن للاسف النخبه دي اللي انا بتكلم عنهم اللي انا بعمل لهم استثناءات لا مكان لهم لا على الشاشات ولا في الجرايد. إذا لما تلاقي واحد من النخبة دي مش موجود لا على الشاشة في برنامج ولا بيكتب في حتة، أعرف إنه راجل محترم.
ولما توعي تلاقي واحد من النخبة زي المدام وموجودة على الشاشات وبتكتب أعرف إنها معاه. أنا بتكلم عن النخبة دي اللي وديتنا في داهية في الستينات والخمسينات، هم بأحفادهم بيودونا في داهية برضو.